بعد تحذيره من الخطر الكوري الشمالي، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مسعى لتوحيد الصفوف في مواجهة ما تعتبره واشنطن تنامي النفوذ الصيني. بايدن سيلتقي قادة كل من اليابان وأستراليا والهند في قمة تعرف باسم دول كواد، وهو تحالف رباعي يهدف إلى احتواء الصين والحد من أنشطتها في آسيا ومنطقتي المحيطين الهندي والهادئ. وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه الدول في مسألة الأزمة الأوكرانية والموقف من موسكو، يبدو أنها تملك موقفاً موحداً تجاه بكين. فكيف سترد الأخيرة على هذه الجهود للحد من نفوذها؟ وهل يمكن للعالم تحمل تبعات بؤرة توتر جديدة بهذا الحجم؟ ضيفتنا من واشنطن المستشارة السابقة للرئيس أوباما لوري واتكنز. أستاذة لوري، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. هل ينجح هذا التحالف الرباعي اليابان أستراليا الهند الولايات المتحدة في احتواء الصين؟ ما الذي يمكن أن يحققه الرئيس بايدن من خلال هذا التحرك لوري؟ Greetings to your viewers and thank you for having me. شكرا لكم ولضيوفكم وشكرا على استضافتي في برنامجكم شانتال. الهدف من هذه الزيارة هو بناء تحالف في شرقية آسيا وتأكد وتوطيد العلاقات ما بين الدول التحالف الرباعي. فهي فرصة كبيرة للغاية للرئيس بايدن ولرئيس وزراء ولوزارة الدفاع اليابانية ليبنوا العلاقات ما بينهم البعض ويوطدوها ومحاولة والتي توطيد التحالف في هذه المنطقة ولإرسال رسالة قوية وشديدة اللهجة للصين بأن ما قام به بوتين في أوكرانيا ومحاولة الصين لدخول أو مثل ما قام به الرئيس بوتين والاستحواذ على أراض من دولة ديمقراطية في أوكرانيا لن يحصل الأمر نفسه مع الصين وتايوان وأنه سيواجههم تحالف قوي للغاية. رأينا الرئيس بايدن يعمل مع حلفاء آخرين في الاتحاد الأوروبي لضمان نفس نوع توحيد الصفوف والمفاوضات الحاصلة التي سبقت العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء حرب على أوكرانيا. أظن أن الأمر واضحا وجليا للجميع بسبب القوة العسكرية الكبيرة التي تحاول من خلالها أو التي تحاولها الصين ضد تايوان أن هذه ستكون خطوتهم التالية. لذا يحاول الرئيس بايدن أن يترأس الحرب في محاولة لم الصف فيه نشأ وخلق تحالف أقوى، وبالطبع هذا لا يسعد الصين كثيرا الآن، ولكن سنرى ما الذي سيحصل فيما يتعلق ب سنرى إذا على مدى اليومين القادمين هذه النقاط ستذكر خلال المفاوضات ما بين هذه الدول. قبل ما أسألك لوري عن الرد الصيني وكيف يمكن للجانب الصيني أن يرد على هذا التحرك الرباعي، كثيرة كانت الخلافات كما تبعنا ما بين هذه الدول. هل يمكن القول اليوم أن خطر الصين أو تنامي نفوذها بإمكانه أن يجمع لربما الدول الأربعة بموقف موحد صارم ضدها؟ كل من هذه الدول عندها مصالحها وعلاقاتها الخاصة مع الصين، ولكن ما الذي هو جلي هنا هو أن المجتمع العالمي بأكمله سيرى ما الذي حصل عندما شعر قائد ما أو عنده القوة السياسية والعسكرية لمحاولة الأخذ عنوة دولة أخرى واستحلالها. وهذا ما الذي ذكرته الصين في السابق، أنه عندهم النية وأنهم يأخذوا ويعتبرون تايوان جزءا من الأرض الأم الصينية. ما الذي يبقيهم من القيام بهذا الأمر هو محاولة الرئيس بايدن من خلال هذه التحالفات إرسال رسالة صارمة للصين أن هذا لن يقبل، وأي عمل عدائي سواء كان عسكريا أو من خلال التجارة والعقوبات بأن هذا أمر تنظر إليه الولايات المتحدة، ولن تكون وستبدأ وستستمر الولايات المتحدة بأخذ دور الريادة في بناء تحالفات بالأخص في شرقية آسيا.
روسيا. وبطبيعة الحال المسألة على ما يبدو ذاهبة أبعد من الرسالة لوري، لأنه الحديث اللي تابعناه أو ما قرأناه في الفاينانشال تايمز يدل تماما على أنه في مبادرة بحرية لربما سيكشف عنها للحد من مما وصفته بالصيد الصيني غير المشروع بالمحيطين الهندي والهادي. هذا تصريح يعني تابعناه لكواد. كيف متوقع لوري أن يكون رد الصين على هذه الخطوة من قبل مجموعة الكواد؟ التحرك واضح أنه يهدف إلى الحد من أنشطة الصين في آسيا ومنطقتي المحيطين الهندي والهادي. الولايات المتحدة وحلفائها سيحاولون أخذ العمل اللازم والتصرف اللازم للحد من النفوذ الصيني، فالصين تعتدي على مناطق وليست ملكا لها، ويقومون بالاعتداء على مجتمعات الصيد أو التحالف يقوم الولايات المتحدة تحاول توحيد صفوف هذا الاتحاد الرباعي لاستهداف في الصين لتدفع ثمن أفعالها الخاطئة، وأن هناك تبعات لخرقها للقانون. ورأينا حول العالم عندما لا تكون هناك تبعات وعواقب، وكيف أن هذه الدكتاتوريات تحاول أن تأخذ باليد وعنوة ما ليس لها من دول أخرى ومن خلال دعم حلفائها تحاول تحقيق أهدافها ومآربها. لن يتم هذا الأمر مرة أخرى. وبينما نرى تنامي قوة حلف الشمال الأطلسي من خلال انضمام فنلندا والسويد، أظن أن هذا ما الذي يحاول الرئيس بايدن تكراره. ولا أقارن هنا بالضرورة ما بين حلف الشمال الأطلسي والمجتمع الآسيوي أو الأسيان وشبكاته، ولكن الأمر شبيه للغاية. يحاول بناء هذه العلاقات و خلق هذه التحالفات للحد من نفوذ الصين من خلال ويحاول أن يعطي الفرص لبعض من هذه الدول من خلال بناء قدراتها العسكرية والسياسية لتلعب دولا أكبر في السوق. بينما تتعامل الصين مع مشاكلها من الكوفيد ومشاكل سلاسل التزويد، هناك فرص كبيرة للدول هذه في الحلف. وهل الذي يأمل الرئيس بايدن بأن يحققه؟ بأن يوفر لهم الفرصة من خلال تقديم الضمانات أو الاتفاقيات لربما بأن هذا سيفتح المجال لأسواقهم. ولكن ما الذي سمعت إليه أن الكثير من الدول في جنوب شرقي آسيا لم تساهم أو لم تشارك، ولا نتوقع منهم المشاركة لأننا لم نرى أي ضمان في تقليل من التعريفات أو للنفاذ الأكبر لأسواق هذه الدول، وهذا الأمر مقلق لهم. ما الفائدة من هذا الأمر إذا ما كان بأن هذه المفاوضات ستبدأ ولكنهم لا يتوقعوا منها أي نتائج ملموسة على مدى الأيام القليلة القادمة؟ لذا سنرى إذا ما كان هناك لقاء ثاني أو ثالث، وإذا ما كان هناك أي أمر واقعي وملموس فيما يتعلق بالسياسات والاتفاقيات والمفاوضات. بطبيعة الحال مخاوف أيضا كبيرة من تبعات هذا التحرك لوري. العالم أمام بؤرة توتر جديدة كما يرى البعض، وسيكون لها تبعات خطيرة أيضا. شكرا لك على هذه المشاركة معنا من واشنطن، المستشارة السابقة للرئيس أوباما لوري واتكينز. شكرا.